هلأ مش مبعدين كتير على سوريا، سبق وعملنا مزيج من التراث الشامي مع ليندا بيطار والمايسترو عدنان فتح الله رئيس المعهد الوطني العالي للموسيقى بدمشق. فحبيت هالمرة انه غير ستايل شوي، ما كان في غير اسم واحد عم يطلع قدامي، حفوت فيها دغري. مزيج اياد الرماوي مع ماريان علوان، سوزان عساف، جورج لون، وإلي أصبر.